وجدت هالصورة هذه في السكة وروح دور في غرفة البنات. إن شاء الله. إنزين حلوي رأيت صورتك في كل مكان. أنت شو تسوين هني؟ أنت منو؟ أنا اللي أسأل. معك حق يا محي الدين، هذولا حرامية بس انضاف شوي. أحرمت عليك دنياك. نحن حرامية؟ أي نعم حرامية. إيه أنت من؟ ولكم عين تسألون؟ على العموم بتجاوبون في المركز. محي الدين نعم. عليك بهم. شنو عليك بهم؟ جب قال باكر الصبح بيوديك. وليش ما اروح مع سواقكم؟ قصدك سواقهم ما رضى. اي بس انا تبين تشوفين اختك مو كذي. شدرت حسيت من راحتها انا ما ادري عنها ولا عندها رقم تلفونك. حتى لو عندها من وين بتتصل؟ لو قلتي حق محمد مو بقايل لا. ما ابي اطلب منه شيء. تبيني انا اقول له؟ لا ما ابي احس انه تفضل علي بشيء. اقول لو ممكن تين معانا بصراحه وجودك بيخفف من ثقل وجوده معاي. ايش قاعد تسوي؟ روح قبل الله يمسكونك، الحرامية داخل، يلا روح. ايش فيكم؟ احنا اهل البيت، مو بصحي ما؟ يا اخي هذه بيت ابوي. لحظة بقول لك. يعني في حرامية يجون بسيارة وما على دريول. وين السيارة؟ لحظة يا اخوي. اللي يثبت ان هذه بيت ابوك؟ هذه بطاقتي شوف اسمي جاسم احمد محمد. هذه ما يثبت شيء. كاسرين الباب وداشين البيت في الليل، ايش تسوون؟ في اوراق بغيناها وبعدين عيب عليكم يعني تمسكون ناس شرفها مثلنا. امي هذه عمرها ما دشتها الاماكن. وين بطاقة امك؟ ها؟ بطاقة امي؟ ايش لا؟ علشان نفتح ملف. وتحطون اسم امي في اوراقكم؟ لا يبا لا لا. وش اللي يثبت انها امك؟ لا تحط اسمي في الملف، ما يصير، ما بعدله. ما تصرف يا احمد. اتصل في محمد وهو ما عارفه وايد ممكن يسوي لنا شيء. لا 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 كله ولا محمد، تصرف انت. خلصت انت؟ انا انت؟ اي انت. وين بطاقة امك؟ زين انت اسأل الجيران قبل. علي، علي محمود. البيت باسم، شو قلت اسم ابوك؟ جاسم محمد العاني. البيت باسم عواطف عبد الغني شريف، يعني ما له علاقة بهم لا من بعيد ولا من قريب.